أهم ميزات الجلسة هو أنه تم توضيح الرؤية للمحكمة حول هذه المصحة كفاعل اقتصادي أولا واجتماعي وكعامل في الحقل الطبي، ولذلك فالزميل ديالنا قدم الوثائق وقدم واحد الشروحات للمحكمة فيما يتعلق بالطريقة ديال تسيير هذه المصحة. وأهم ما يهمني أنا كدفاع على أحد الأطراف هو أنه تبين بالملموس الوثائق اللي دليت بها أنا سابقا تم تأكيدها اليوم من طرف الدفاع، وتم أكثر من ذلك الإدلاء بوثائق تسير في نفس المسار وهو ما يتعلق بالمدير الإداري والمالي. قلت سابقا بأن هناك مدير إداري ومالي اليوم يتأكد بأن تلك الوثائق التي أدليت بها ليست بوثائق إلا تعبر عن الحقيقة وعن يعني ما المصداقية. ثانيا تبين بأن من خلال هذه المناقشة أن من خلف يعني قسم الفوترة اللي كتولى الموكلة ديالنا الدفاع عنه كندافع عليها في هذا الإطار وإنجاز الفوترة كاين قسم المراقبة. اليوم كذلك يؤكد الدفاع بأن كاين قسم ديال المراقبة اللي كيراقب جميع الفواتير وهو اللي كيعطيها الصلاحية والمصداقية باش دوزنا من أكثر من ذلك. تبين بأنه يعني القسم هذه الفوتره لا دخل له لا في يعني لا في المعاملات ولا في الاسعار ولا في التسعيره ولا بل ذلك كله يتم كما سمعنا اليوم عن طريق الطبيب الرئيسي والطبيب المسؤول عن كل جناح، لان كيقول ان كل طبق فيه تخصص وفي لدي طبيب رئيسي ومن كتنجز هذيك الفاتوره بناء على ما تضمنه الملف الطبي اللي استهلكه المريض سواء من ناحيه الفندقيه والتغطيه وكذلك أو الأدوية. اليوم كذلك دواء الأستاذ مسكيني على هذا اللي قلتي قسم الفوترة واللي هو عنده مسؤول مالي وكاين مسؤول إداري، علاش ما تم استدعاء هاد الناس هادو لاستفسارهم؟ وهاد احنا حاولنا ما أمكن أننا يعني نطالبوا باستدعاء كل من له يعني علاقة بهذا الملف. المحكمة مشات في الإطار ديال استدعاء الشهود ليخضع الرأي العام، لأن لا يكفي أن يكون هناك مسؤول من حيث الفعل الجرمي، في بعض الأحيان قد يرتكبه شخص ليست له الصفة، فربما النيابة العامة ترى بأن هل الناس اللي هما الآن لنا بهم مسؤولين إداريين لم يرتكبوا أي أفعال ولم تكن لهم يعني علاقة مع هذه الافعال اللي منسوبه لهؤلاء الاشخاص، لذلك لم يتم استدعائهم. هذا هو في التصور ديالي، لو انهم كانت لهم اي توقيع او وثيقه صادره عنهم كان يمكن استدعائهم، لكن لان يخفى على الجميع ان الملفات هي محصوره. دابا باش ما نمشيوش بعيد بزاف، ان الملفات اللي هي موضوع المناقشه هي ملفات محصوره على سبيل الحصر. اما الناس اللي هم مكلفين الالاف ديال الملفات اللي كيتم المعالجه ديالها، اذا كل من له علاقه بهذه الملفات المحصوره على سبيل الحصر هو الذي تم استدعائه هو الذي تم المناقشه. اليوم كيقول النائب يعني الوكيل العام ان الدكتور تازي كيتحكم بصفته راع وكل راع مسؤول عن رعيته وليس بصفته الطبيه. وهذا في اطار التصور ديال النيابة العامة في إطار تحمل المسؤولية. المقصود من ذلك هو أن يعني أي شخص يتولى مهمة إدارة وتسيير واحد المرفق سواء كان مرفق خاص أو مرفق عام إلا ويتحمل جزء من المسؤولية في الإشراف والتسيير والتدوير في هذا الإطار. في هذا الإطار ممكن نشوفوا هذه الأمور. أما واش هناك فعل مخالف قانون، المحكمة اللي غتقول. إذا حتى السيد الوكيل العام فهو شخص خصم يعني شريف وكيدلي بالملتمسات ديالو وكيشرح وجهه النظر ديال النيابه العامه، ولكن المحكمه هي اللي كتقول الكلمه الاخيره. لا تنسوا الاشتراك في قناه الايام 24 وتفعيل خاصيه الجرس ليصلكم كل جديد.